خامسا، بلغنا حكم العقل والعقلاء أو الانتحار. أقول يجب التسليم لحكم العقل والعقلاء، فلا مناص من الخروج من فتنة وشبهة الانتحار المزعومة إلا باتباع حكم العقل، وبعدم وجود صحة وقدسية مطلقة إلا لكتاب الله العزيز الحكيم. أما باقي الكتب فهي قابلة للدراسة والتقييم والنقاش والطعن والتضعيف، وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح نحو فكر منطقي وسلوك عقلائي واقعي منصف أمين يحترم الإنسان وعقله. فتعين على البعض دفع شبهة وشبهة محاولات الانتحار بالقول أن ليس كل ما في البخاري صحيحا، بل يوجد تفصيل، بل ادعوا أن القول بصحة كل ما في البخاري من الخطأ الفاحش. وتكمن أهمية هذه الخطوة بلحاظ أن القول بعدم صحة كل ما في البخاري يعتبر ولا زال من النفاق، الذي يقول بعدم صحة كل ما في البخاري يكفر، يعتبر ولا زال من النفاق والارتداد والكفر والطعن بالسنة النبوية وبالنبي الأمين وأهل بيته وأصحابه وأمهات المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. فتقع الفتن وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب وتنهب الأموال. إذن من قال ذلك؟ من أشار إلى ذلك؟ من انتهج هذا النهج؟ من غير النهج وابتعد عن خط التقديس الخاطئ، التقديس الغالي، التقديس الفارغ؟ يوجد الكثير، ومنهم من سنذكره هنا. أليف، قال الشيخ الألباني: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، أي تصحيح كل ما جاء في البخاري خطأ فاحش. يقول الألباني: ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة، أي القول بصحة كل ما في البخاري يوهم بأن قصة التردي، قصة الانتحار، صحيحة. ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري، وليس كذلك. يقول هذه القضية ليست حقيقية، ليست صحيحة. لماذا؟ يقول: وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي الذي ساقه الدكتور، هو يناقش أحد الدكاترة. ونستنتج، يقول الألباني، ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين: الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. التفت هنا، أعطاها عنوان الشذوذ. أما لو أتت شاذة بحق علي بشرب الخمر من قبل علي لا تعتبر شاذة، بارتباط علي بامرأة إلى آخر حياته وعشق علي لامرأة آخر حياته لا تعتبر شاذة. أو هذا الشذوذ وهذه الرواية الشاذة لا تعتبر شاذة لأنها أتت بحق علي سلام الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون.